طبعا راح يكون معنا اتصال مع الدكتور عبد الله المطيري استشاري العنايه المركزه في مستشفى جابر. نمسي عليك بكل خير. حياك الله دكتور. يا هلا حياكم الله. دكتور الله بالخير جميعا. مساك الله بالنور. في البدايه صار في يعني كثير من الاراء حول ابره الكورتيزون، كثير من الناس خافت في الفترة اللي فاتت وما تبي تطعم وسبة إبرة الكورتيزون. إبرة الكورتيزون شنو مضارها؟ وهل أي شخص يقدر ياخذها؟ أولا الله يعطيكم الصحة والعافية على إعطانا الفرصة بس توضيح الأمور اللي يمكن صار فيها اللغط في الفترة الأخيرة بالنسبة لعلاج الكورتيزون. في البداية أولا الكورتيزون هو مادة أصلا يفرزها الجسم، موجودة بجسم أي إنسان لازم يكون عنده جزء من مادة الكورتيزون تفرزها بعض الخلايا للوظائف حيوية بالنسبة لجسم الإنسان. أنا عشان أختصر، الكورتيزون ومع التهابات الفيروس الكوفيد 19، إحنا من بداية الجائحة وكانت الفكرة إن هل نستخدم الكورتيزون أو ما نستخدم الكورتيزون، وهذا طبعاً التساؤل كان يعني عالمي على مستوى العالم، يعني هل الكورتيزون ينفع أو ما ينفع. في البداية طبعاً ما كنا نستخدم الكورتيزون أبداً حق العلاج، لكن طلعت دراسة بسيطة في الصين لأن كانت بداية الجائحة، استخدموا كورتيزون هناك على بعض الحالات اللي كانت تحتاج إلى الإنعاش والتنفس الصناعي، ولاحظوا أن الناس اللي استخدموا الكورتيزون تحسنت حالتهم وتخلصوا من التنفس الصناعي مقارنة باللي ما أخذوا الكورتيزون. طبعا الدراسة لأنها كانت بسيطة في البداية، يعني إحنا دائما نهتم عشان نطبق أي دراسة علمية ان تكون الدراسه تكون دقيقه ويكون الاعداد كبيره فيها والامور هذه كلها. الا من تقريبا بعدها على اول شهر 6 طلعت الدراسه الاكبر اللي هي دراسه يسمونها بالريكفري ترايل، اللي هي كانت دراسه في بريطانيا وشملت تقريبا 6000 مريض. 6000 مريض في الكوفيد 19 عطوا 2000 كورتيزون وعطوا 4000 بدون كورتيزون نفس العلاج، وشافوا الفرق كبير، يعني انخفضت نسبة الوفاة مقارنة باللي خذوا الكورتيزون مقارنة باللي ما خذوا الكورتيزون، من 41% تقريبا اللي ما خذوا الكورتيزون كانت نسبة الوفاة فيهم، واللي خذوا الكورتيزون انخفضت جدا إلى 29%. دكتور العفو، أنت تأخذون موافقتهم يعني تأخذون موافقة المريض أنا بعطيك إبرة الكورتيزون ولا تعطونها من غير الرجوع حق المريض؟ طبعا اولا لازم نعرف ان الابره هذه تعطى لانقاذ حياه، الابره هذه تعطى لانقاذ حياه لان هذه تفرق حياه وموت. انا مثل ما يعني قلت لك الارقام، يعني فرق الكبير بين اللي خذوا الابره من اللي ما خذوا الابره فرق شاسع جدا يعني، ويحسن حالات المريض وفيها انقاذ حياه. لذلك احيانا التدخلات اللي انت متيقن انها تدخل لانقاذ الحياه ما تحتاج انك تاخذ فيها موافقة المريض، مع العلم ان دائما المريض على علم بكل الادوية اللي راح ياخذها وحتى ادوية الكورتيزون. واذا كان في مريض مثلا كان عنده تساؤلات، كان عنده امور مو واضحة حتى مع عبرة الكورتيزون، حتى لو كان المريض رفضها يكون على صورة واضحة ليش احنا بنعطيه اياه، واذا كان هو فعلا رافضها وهو على يقين وفاهم بالضبط مضار القرار ماله ممكن ما نعطيه. جميل. عفوا دكتور، بس عندي سؤال الأخير حابة بس أوضح للمشاهدين أكثر، هل ممكن الاستغناء عن هذه الأبرة؟ يعني أنت بالضبط مثل اللي يقول، يعني هل ممكن أن ندخل المريض بس ما نعالجه؟ وطبعا هذا يكون صعب. هل ممكن إذا المريض قال لي أنا ما أستخدم، أنا ما أبي الإبرة واللي يصير يصير، لا تعطيني الإبرة مثلا، طبعا هذا مستبعد لان المريض دائما يكون في حاله حرجه حتى اتخاذ القرار يكون بالنسبه له شويه صعب، لكن احنا دائما نحرص على مصلحه المريض قبل كل شيء. يعني انا لما اتكلم عن الدراسه للامانه هذه مو مجرد دراسه واحده، يعني في 7 دراسات مختلفه على مستوى العالم في كل قاره تقريبا من قارات العالم، وكل دراسه في الكورتيزون كانوا قسموا المرضى الى اعداد متشابهه من اللي ياخذون واللي ما ياخذون، وكلهم انتهوا في النهاية إلى نفس الاستنتاج اللي هو الكورتيزون كان يؤدي إلى إنقاذ الحياة. بس أي كورتيزون اللي يعطى للمريض اللي يكون على يحتاج إلى دعم التنفس مثل التنفس الصناعي أو الأكسجين، وليس كل مريض معاه كوفيد. بس دكتور ليش ارتبط في أذهان الناس اللي ياخذ إبرة الكورتيزون يتوفى وحصلت حالات كثيرة مشابهة، فارتبط هذا الشيء في أذهان الناس، فلا يعني لا نلومهم احنا.
اي هو 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 للتوضيح انا مثل ما قلت منو اللي ينعطى الكورتيزون؟ اللي ينعطى الكورتيزون المريض اللي يصل الى ان درجه المرض عنده شديده جدا، يضطر انه يكون على التنفس الصناعي. وهذول المرضى احنا كلنا نعرف ان الكوفيد 19 يعني لما يكون في 100 مصاب مثلا 90% في الغالب ما يكون معاهم اعراض، 5% ممكن يكون معاهم يدشون المستشفى، 5% ممكن او اقل ممكن يحتاجون الى التنفس الصناعي ويؤدي الى الوفاه. هذول المرضى النسبه هذه هي اللي تحتاج الكورتيزون. وطبعا انا لما اقول ان المريض لما ينعطى الكورتيزون ما هو شفاء تام مثل ما قلت لك، انخفضت نسبة الوفاة من 40% بدون الكورتيزون، يعني كل 100 مات منهم 40 اللي ما أخذوا الكورتيزون، بينما اللي أخذوا الكورتيزون 120 النسبة انخفضت ساعد جدا. بس هذا مو معناته إن ما إن كانت الوفاة 0%، لا، ممكن لما تكون الحالة شديدة، الأمراض المزمنة كثيرة، أو المريض تأخر على بال ما وصل للمستشفى، وصل في حالة متقدمة مثلا. دكتور العفو، الحين انا بتكلم المريض انه يستجيب للعلاج. يوم انا سجلت لاخذ موعد للتطعيم اللقاح، لقيت من ضمن البيانات اني انا احط اذا كنت انا اخذ كورتيزون لمده طويله، نعم، 9 شهور. فهل اللي ياخذ الكورتيزون ما يطعم؟ ما في اي تعارض بين اخذ الكورتيزون والتطعيم، لكن احنا نعرف ان التطعيم تم تجربته على ناس اصحاء ما كانوا يتناولون الكورتيزون، لذلك النتائج اللي دائما نقولها اللي هي 95% كفاءة 90% كفاءة، هذه بالنسبة للناس اللي ما يعانون من مشاكل مزمنة تؤدي مثلا انهم ياخذوا الكورتيزون فترة طويلة. صحيح. هذا مو معناه ما نعطيها مريض الكورتيزون، نعطيها مريض اللي ياخذ الكورتيزون، ولكن هالمرضى نقول لهم قد ما توصل كفاءة اللقاح بالنسبة لكم للنسبة المعروفة اللي هي الأرقام المعروفة 95%، لكن صحيح، ما يتعرض انه ياخذ اللقاح، بالذات اللقاحات اللي موجودة عندنا الآن اللي هو لقاح الفايزر ولقاح الأكسفورد. عفوا دكتور على طاري اللقاح الفايزر والأكسفورد، منو الأفضل للي ياخذ طبعا أكيد فترة طويلة من الكورتيزون، بس عشان نوضح أكثر للمشاهدين وبشكل عام بالنسبة لأخذ الكورتيزون، اثنينهم نفس الشيء، ما في أي تعارض بينهم وبين أخذ الكورتيزون، لأنهم اثنينهم ما يحتوون على الفيروس المضاعف أو الفيروس المقتول، هم يحتوون فقط على تركيب جيني، واحد منهم الـ mRNA والثاني يحتوي على DNA، فاثنينهم ما يتعرضون مع كون أن المريض يأخذ الكورتيزون أبدا. وبالنسبة حق الدراسات دكتور، يعني قرينا احنا يعني في الصحف ان نسبة نجاح الفايزر 95%، بينما نسبة نجاح إكسفورد تكون 85 او اقل، هل هذا الكلام صحيح؟ طبعا لازم نعرف ان الدراسات اقيمت في اماكن مختلفة في فترات مختلفة على فئات مختلفة، وكفاءة التطعيم انا احكم عليها لما يكون عندي كفاءة فوق 60%، معناها التطعيم هذا بالنسبة لي انا راح يكون كافي انه يقضي عندي على المرض. كون الأرقام وصلت 90% أو 95% أو 80%، صحيح الأرقام اللي أنت قلتها بالنسبة للفايزر وبالنسبة للأسترازينيكا أو للأكسفورد أن واحد منهم 95% الفايزر والثاني يوصل 90% بعد 3 شهور، ولكن لازم الناس يحطون في البال أن الدراسات هذه أقيمت على فئات مختارة من الناس أو من المجتمع، قد لا تكون ممثلة في المجتمع العادي. لما احنا نجي نوزع التطعيم على فئات اكبر وعلى عدد اكبر من الناس، قد تقل الكفاءة نوعا ما، يعني ما ممكن انا ما اوصل لل 95% اللي كانت مثل الدراسة، لان الدراسة احنا دائما نقول تكون في ظروف مثالية، لكن ممكن لما اكون في المجتمع راح تكون الكفاءة بدال ما هي 95% ممكن تكون 90%. صحيح. ممكن تكون 85%، ولكن ما فوق 60 يعني عندي انا ممتاز. صحيح. عفوا دكتور عبد الله، بس نبي نعرف بعد اكثر، في بعض الاشخاص اخذوا لقاح الفايزر والبعض اخذ اللقاح اكسفورد، لكن اعراض فايزر اقل. صحيح. ما فيها اعراض نفس الاكسفورد، شنو الاسباب؟ منو الافضل منهم؟ انا للامانه ماني مطلع على مكافاه او مقارنه بين الاعراض بين الاثنين، يمكن الاخوه في لجنه التطعيم ممكن يعني يفيدون في بالشغله هذه، ولكن نعم بعض التطعيمات قد تختلف اعراضها من مريض لثاني، احيانا الاجسام تختلف من رده الفعل، ممكن مريض مع الفايزر ما يصير معه رده فعل، ممكن شخص ثاني مع الفايزر ما يصير معه رده فعل،
لكن نفس شخص ثاني ممكن يصير معاه ردة فعل مع الفايزر. فهي الأجسام تختلف، ردات الفعل تختلف. نعم. ما أعتقد أن في فرق كبير بين التطعيمين، لكن اللي نعرفه إحنا أن الفايزر يكون فيه فيروس، والفيروس اللي يتم حقنه اللي هو الأدينو فيروس مال الشمبانزي هذا غير قابل للتكاثر، فما يسبب أصلاً المفروض مشاكل. قد يكون أحد الأسباب أنه يكون ردة فعل تكون أشد شوية مع الأكسفورد، لكن للأمانة ما في مقارنة مباشرة اللي أنا أعرفها تقارن بين التطعيمين اثنينهم. دكتور بالنسبة حين حق يعني نتكلم عن 3 أيام اللي فاتت، الناس تخوفت شوية من أخذ اللقاح، شنو نصيحتك للناس؟ أنا نصيحتي أولا وأخيرا بعد الله سبحانه وتعالى، إحنا ما عندنا مخرج لعودة الحياة الطبيعية إلى ما كانت عليه الآن إلا عن طريق تلقيح أكبر عدد ممكن من المجتمع، حتى نصل إلى مرحلة من المناعة بحيث أن تقل انتشار الفيروس هذا ونحمي الناس أهل الاختطار الكبير. هذه شغلة. الشغلة الثانية، لازم الناس يعرفون أن إلى الآن إحنا صار لنا سنة مع هالفيروس هذا، لا يوجد علاج أو دواء شافي شفاء تام من الفيروس أبدا. ما عندي مضاد للفيروس بحيث أني أعطيه للمريض ويتحسن ويروح يقضي على الفيروس، لا يوجد. نعم. إذن العلاج لا يوجد، كل العلاجات دعمية. أي نعم. طبعا دكتور عبدالله المطيري استشاري العناية المركزة، كل الشكر لك. العفو. الله شكرا.